بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جينو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم معنا درس بالشارج سكريبتنج، وهو كيف نسوي رساله استخدام. اوكي، كيف نقول للمستخدم انه طريقتك بالاستخدام خطا، هذه هي الطريقه الصحيحه. طبعا الفائده من رساله الاستخدام اللي قلته قبل شوي، انه كيف اننا نعلم المستخدم كيف يستخدم السكريبت اذا استخدمه بطريقه خطا، تمام. والحاجة الثانية أنه نمنع حدوث الأخطاء بالنظام، تمام؟ هذه فائدة رسالة الاستخدام. فكيف تقول المستخدم بس وقف اللي سويته خطأ، تمام؟ هذا هو درس اليوم، أوكي؟ طبعاً راح نشوف الخطوة الأولى واللي هي إنشاء رسالة استخدام. طبعاً هذه من الأشياء اللي تقول المستخدم وقف. طبعاً فيه حاجات ثانية، ولكن رسالة استخدام هي النقطة الأولى اللي تفكر فيها أن إذا جيت تبني سكريبت متقدم، أوكي؟ طيب، خلونا نبني سكريبت مع بعض. طبعاً هسوي مثالين زي ما تشوفين قدامكم. راح نسوي واحد يشيك على المستخدمين الموجودين بالنظام، والثاني الفائدة منه يسوي بينج بطريقة معينة. مثلاً شخصياً ما تعجبني طريقة البينج اللي موجودة بالنظام، اوكي، فابي اغير طريقه البنك الى طريقه خاصه بي، اوكي، بحيث اني استخدم الطريقه اللي انا حاب استخدمه فيها. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب السكريبت طبعا بالبدايه اللي هي بن باش كالعاده، تمام. ثم الان راح نجي لموضوع المقارنه، اوكي، لكن قبل هذا كله راح نسوي متغيرات، اوكي. بالدرس اللي راح نتكلمنا انه كيف ناخذ البارامترز، اوكي، لازم نشوف درس البارامترز، اوكي. لذلك احنا راح نسوي لانه تشيك يوزر، فراح نسوي التالي. احنا راح نسوي متغير اسمه يوزر، اوكي. المتغير هذا يساوي المدخل الاول، اوكي، المدخل الاول. خلصنا من موضوع هذا. المدخل الاول هو اسم المستخدم، اوكي. ايضا وين راح نشيك عليه؟ طبعا بالنظام في مكان معين اسمه في مسار معين اللي هو هذا ETC password، اوكي، هذا يحفظ فيه المستخدمين، اوكي. طيب، راح نكتب هنا مثلا pass database مثلا، اوكي، يساوي ETC password، اوكي، بالمسار التالي هذا، علشان انا ابي اشيك هل المستخدم موجود بالنظام ولا لا، راح احصله بالملف هذا. اذا المستخدم غير مسجل هنا، المستخدم غير موجود بالنظام، اوكي. طيب، خلصنا من ضبط المتغيرات، راح ندخل الحين على الاستخدام. راح نجي نسوي امر شرطي بسيط جدا وهو اف، اوكي. طبعا احنا تكلمنا عن علامه الدولار هنا انه تعني متغير، ولكن اذا حطينا علامه الدولار بالشكل هذا راح نعني المدخلات. اذا كانت مدخلات المستخدم تساوي صفر، اوكي، طبعا ايكوال، اوكي، هذه علامه ايكوال لانك ما تقدر تسوي العلامه هذه هنا. ممكن لك تسوي ايكوال اللي هي حقت الشيل نفسه. اذا كانت تساوي صفر، يعني اذا كان هو ما ادخل اي متغيرات، اعطوه الرساله التاليه then echo قل له يوزج، اوكي، اعطى رساله. طبعا هذه هي زي ما تقول المتعارف عليه انه يطلع يوزج، اوكي. فاحنا حابين نخلي السكريبت حقنا مثلا قياسي، اوكي، يوزج. راح نطبع له رساله ثانيه وهي يوزر نيم. لا، نكتب مثلا اوكي، خلينا نجيب اسم الشل سكريبت، تمام. نحطه بين قوسين، بعدين نحط بين قوسين يوزر نيم، ماشي. الان راح نجي هنا نسوي ايكو ثاني اكزامبل، نسوي له اكزامبل عشان المستخدم يعرف ايش قاعد يسوي. هذا الملف فايل دوت شيل، تمام، مع اسم المستخدم زي مثلا عبد المجيب، تمام. طبعا الخط شوي، خلينا ننزل شوي تحت، اوكي، بالشكل هذا. وسكر الايكو، اوكي. بالطريقه هذه احنا قلنا له اذا صار في خطا او المستخدم ما ادخل المتغيرات، اوكي. اما اذا كان ما في خطا نسوي ايلز، اذا كان ما في خطا نسوي التالي، انه نروح والله ونشيك على اللي هو المستخدم، عفوا الملف، هل في شيء ولا لا. طيب، نسوي جريب، طبعا جريب اللي هو سحب، اوكي، بالطريقه هذه. جريب ايش؟ اليوزر، يعني اسحب اليوزر هل هو موجود بالداتا بيس ولا لا. فروم اللي هو باس دي بي، اوكي، اللي احنا اعطيناه المسار هذا اللي قبل شوي، الملف اللي راح قبل شوي. ثم طبعا راح نسوي له جريب على ديف نول اللي هو لا تسجل اي شيء، يعني مجرد قيمه والسلام، اوكي. الان راح نسجل قيمه الاكزيت، تمام. هل هو انتهى بشكل صحيح ولا لا؟ طبعا احنا تكلمنا عن القيمه السابقه اللي هي هذه، هل انتهى السابقه لا ولا لا. طبعا اذا انتهى بصفر معناته انه انتهى الامر بشكل صحيح، اذا كان غير صفر معناته اللي فوق صار في خطا، وتكلمنا عنه بالدرس الماضي، مو بالدرس الماضي، درس سابقا، اوكي. فراح نسجل هذه، نسميها مثلا ستاتس يساوي اوكي. فاحنا راح نحفظ هذه القيمه، اوكي، اذا كانت صفر او لا كانت مو بصفر. الان راح اسوي شرط بسيط وهو ستاتس ايكوالز صفر، اوكي. ايش راح نسوي؟ راح نقول ايكو يوزر فاوند، طبعا اذا كانت صفر. اذا كانت غير صفر او، طبعا هذا احنا قلنا او، اوكي،
echo not found. اوكي ثم بالنهايه نسكر اللي هي الاف نكتب فاي. بالشكل هذا احنا سوينا سكريبت راح يسوي التالي، راح يشيك هل المستخدم هذا موجود بالنظام ولا لا. الان نروح ونعطي السكريبت تصريح تشغيل، نكتب ايش نكتب تشينج مود. اكبر لكم الخط شوي جيت امس كذي. اوكي تشينج مود زائد اكس يوزر لا تشيك يوزر تشيك يوزر. راح نشغل الحين تشيك يوزر. اذا شغلناه بطريقه عاديه اللي هي هذه تشيك يوزر يفترض انه يعطينا رساله خطا، واعطانا رساله خطا قال لك يوزج. الاستخدام كالتالي انك تكتب اسم الملف ثم تحط يوزر نيم، مثال اسم الملف واسم المستخدم عبد المجيب. اوكي الان راح اسوي التالي، راح اكتب زي ما هو مكتوب هنا. اوكي فايل دوتشل عبد المجيب. اوهو نو باش نو سوتش فايل او دايركتوري. اه صح انا اخطيت، المفروض اني اكتب اسم الملف لهذا تشيك يوزر. اوكي يوزر فاوند. طيب لو كتبنا مثلا احمد، احمد ما عندي على الكمبيوتر يا احمد نوت فاوند. هذه طريقه الاستخدام الاولى. طبعا عرفنا احنا ليش حطيناه، علشان لو المستخدم قام وشغل السكريبت بالطريقه هذه قال له خطا، وهذه هي طريقه الاستخدام الصحيحه. ممكن اسوي الحين سكريبت ثاني هو سكريبت البينج. طبعا اداه لازم استخدمها دائما البينج، فما حاب نستخدمه بالطريقه الاعتياديه. اذن الظهر عندنا الله اكبر، ابي استخدمه بطريقه مختلفه وهي طريقه خاصه بي واستخدمها دائما. انا ما عجبتني طريقه مثلا نكتب بينج بالشكل التالي. اوكي راح اكتب بينج ثم احط ناقص 3 ثم احط كم مره ابي اسوي بينج، مثلا 3 مرات، ثم اكتب جوجل. الان الامر هذا راح يسوي 3 مرات بينج على جوجل ويرجع، بس انا ما بيسوي الطريقه هذه، ابي اسوي بينج رابط رقم بس. اوكي يعني اسوي بينج جوجل 3 مرات، هذا اللي حاب اسويه. طيب راح اسوي السكريبت التالي، راح اكتب معليش ترى الشاشه كبيره جدا. اوكي بن باش ثم اجي واكتب الحين التالي، راح اكتب اف اذا كان هذا المجموع equals equal zero then. اوكي راح نعطيه زي العاده usage. اوكي ثم اكتب له echo مثلا صفر اللي هو الفايل، راح اطلع اسم المستخدم عفوا اسم الذي domain اللي هو تمام تمام، ثم تايمز او سيكونس على حسب اللي تبي. اوكي الان نجي نسوي ايكو اكزامبل اكزامبل تمام. طبعا الفايل نفسه تمام google.com مثلا 4 مرات. اوكي ايلز اذا كان ادخل مدخلات مش بالطريقه التاليه هذه، انك تحط له بينج. اوكي ثم احنا قلنا اول شيء الدومين، لكن الامر ما راح يمشي بالطريقه هذه، راح يمشي بالطريقه هذه. راح اكتب بينج بنفس الطريقه السابقه، بينج سي كم مره، هذا المدخل الثاني اللي هو رقم 2 راح احطه هنا 2، ثم هنا احط 1 اللي هو الدومين نيم. اوكي فاين خلصنا، نحفظ نروح نعطي السكريبت تصريح تشغيل. تشينج مود سايد اكس ماي بينج. اوكي راح اشغل ماي بينج، قال لك خطا، وهذه طريقه الاستخدام انك تكتب ماي بينج وتعطي تكتب دومين معين، طبعا هذا مثال، ثم كم مره تبي تسوي بينج. راح اكتب ماي بينج الدومين اللي حاب اسوي له بينج جوجل مثلا .com مرتين. انا راح اسوي مرتين لجوجل، يلا واحده ثنتين خلص. زي ما انت شايف انت الان بالطريقه هذه قدرت تعدل على ادوات النظام نفسه، مثلا حبيت تسوي 5 مرات على البنج، 1 2 3 4 5، ادوات بسيطه جدا تسهل عليك استخدامك اليومي. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. اي اسئله اي استفسارات عندكم تحت بالوصف، رابط منتدى الدعم الفني او اسال مباشره على هذا الدرس فقط، لا تسال عن درس سابق، ان عندك درس سابق راح اسال بمنتدى الدعم. نشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، مع السلامه.